السماء تنفتح فجأة ويخرج منها إعصار رهيب يقتلع الأشجار ويحطم السيارات، وتقف الدول الكبرى أمامه عاجزة. سبحان الله العظيم وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زلازل ومحن وهرج كثير، ماذا يحدث في الأرض؟ ماذا يحدث في العالم؟ اقتربت الساعة كما أخبرنا بها الصادق المصدوق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن في البداية لا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم الخبر موثقا من مصدره. شاهد للنهاية لترى عظمة الخالق وضعف المخلوق. تعالوا لنتعرف على ما حدث اليوم الاثنين في فلوريدا الأمريكية، وهو ما نشره موقع روسيا اليوم، حيث ضرب إعصار رهيب مدينة بالم بيتش جاردن في فلوريدا الأمريكية. ويظهر الفيديو السيارات المتضررة والمباني المدمرة والأشجار المقتلعة. أفادت الوكالات بأن السلطات أغلقت الطرق لإزالة أثار الإعصار. أمريكا عاجزة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.